بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية. لما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم. فإذا حصلت المواد دل ذلك على خلل الإيمان. وكذلك قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمنا، ودل ذلك على أن الناس في قولهم آمنا صادق وكاذب، والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه. قال تعالى في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون. هما قراءتان مشهورتان. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. وقال تعالى: إذا جاءك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية. ومثل هذا كثير. وبالجملة فلا يستريب من تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغض لله ورسوله واستكبار عن عبادته ومعاداة له ولرسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يقرر في هذا
ما سبق من أن الإيمان لا بد فيه من أمرين: تصديق القلب والعمل. لا بد فيه من أمرين: قول وعمل. فالقول يعني إقرار القلب وتصديقه، والثاني العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. والعمل لا يوجد إلا إذا وجدت المحبة. فإذا لا بد في الإيمان من أمرين: تصديق القلب ومحبة الله ورسوله. إذن المحبة هي التي تبعث الإنسان على العمل. إذا وجدت المحبة صار عند الإنسان إرادة للعمل، وإذا وجدت الإرادة مع القدرة على العمل لا بد أن يحصل الأمر المطلوب. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية. الإيمان في القلب لأن التصديق وإقرار، والإسلام علانية لأنه ما يظهر على الجوارح. فالإسلام هو استسلام وانقياد، تنقاد الجوارح وتعمل، والإيمان تصديق بالقلب. فالإسلام علانية، فالإيمان في القلب والإسلام علانية. والمؤلف رحمه الله يقرر أنه لا بد من الأقوال والأعمال في الإيمان، ولا يمكن أن يكون إيمان بدون أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لا يمكن. لأن الإيمان التصديق الذي في القلب إذا كان معه محبة لا بد أن تنبعث الجوارح على العمل، ولا بد أن ينبعث القلب أيضا على العمل. والأقوال والأعمال قال المؤلف رحمه الله أنها لازمة ومستلزمة، هي لازمة لأعمال القلوب. الأقوال والأعمال لازمة لتصديق القلب، وهي مستلزمة أيضا للأقوال. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: لما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها. فالأقوال والأعمال لازمة لتصديق القلب، وهي مستلزمة أيضا لقول القلب وعمل القلب. ولهذا يستدل بها عليها، يستدل بالأعمال على أعمال القلوب. فإذا كان في القلب محبة الله ورسوله والخوف والرجاء انبعثت الجوارح على العمل: صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم. ولهذا يستدل بأعمال الجوارح على أعمال القلوب. فإذا رأينا الشخص يصلي ويؤدي زكاة ويصوم ويحج ويعمل بره دل على أن عنده محبة لله ورسوله وخوف ورجاء، فيستدل بأعمال الجوارح على أعمال القلوب. وقد تعمل الجوارح بدون تصديق القلب كما يحصل من المنافقين، لكن الغالب أنه يستدل على أعمال القلوب بأعمال الجوارح، ويستدل على أعمال الجوارح بأعمال القلوب، فهي لازمة ومستلزمة في نفس الأمر. فالأقوال والأعمال لازمة لأعمال القلوب، وهي مستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة. فأعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب، وأعمال القلوب مستلزمة لأعمال الجوارح، ولهذا يستدل بأعمال الجوارح على أعمال القلوب. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر تعالى أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. المواد هي المحبة. فلا تجد مؤمنا بالله واليوم الآخر بقلبه وهو يواد أعداء الله، يحبهم ويعاشرهم ويتخذهم أصدقاء يفضي لهم بالأسرار من دون المؤمن، لا يمكن هذا. ويحب ويحبهم لأجل دينهم، فإن نفس الإيمان ينافي مودتهم. نفس الإيمان، إيمان بالله ورسوله، ينافي مودة الكفار، ومودة الكفار تنافي الإيمان. فإذا وجدت مودة الكفار انتفى الإيمان، وإذا وجد الإيمان انتفت مودة الكفار، محبة الكفار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل في الإيمان الباطني. إذا وجدت المودة من الإنسان من الشخص للكفار دل على أن إيمانه غير سليم، فيه خلل.
ومثل قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بسبب توليهم للكفرة. ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي وما أنزل عليه ما اتخذهم أولياء. فبين سبحانه وتعالى أن اتخاذ الكفار أولياء ينافي الإيمان بالله والنبي، والإيمان بالله والنبي ينافي اتخاذهم أولياء، فهما ضدان لا يجتمعان. فإذا وجد الإيمان بالله والنبي زال اتخاذ الكفر أولياء، وإذا اتخذ الكفر أولياء زال الإيمان بالله والنبي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذهم أولياء. المؤلف استدل بهذه الآية على أن الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة، فهي لازمة لأعمال القلوب وهي مستلزمة للأقوال والأعمال الباطلة. فيلزم من أعمال القلوب أن تنبعث الجوارح على العمل، ويلزم من انبعاث الجوارح على العمل تصديق القلوب وأعمال القلوب. وكذلك أيضا الدليل الثالث استدل بقوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول المؤلف في بيان وجه الدلالة، فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمنا. هؤلاء هم الصادقون الذين اتصفوا بهذه الصفات، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لما شكوا وجاهدوا بالمال والنفس جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. ودل ذلك على أن الناس في الناس ودل على أن الناس في قولهم آمنا صادق وكاذب. منهم من يقول آمنا وهو كاذب، وهو الذي عنده شك ولا يعمل، هذا كاذب في إيمانه. أما الصادق في إيمانه هو الذي ليس عنده شك ولا ارتياب ويجاهد بالمال والنفس. إذن الناس في قولهم آمنا قسمان، صادق وكاذب، والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه، والنفاق يزيد يكثر ويقل، يقوى ويضعف. الكاذب فيه نفاق على حسب كذبه. قال تعالى في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان، لأن الجهة مفكة. أثبت لهم الإيمان باللسان ونفع عنهم الإيمان بالقلب. في قلوبهم مرض، وهذا مرض الشك والشبهة، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وصفهم بالكذب بما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان، في يكذبون قراءتان، يكذبون ويكذبون. استدل أيضا بالحديث أساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب أو الذي بني عليه الكذب. ذكر المحقق أن أخرجه الفريابي في صفة النفاق عن الحسن البصري قال كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وكان يقال أس النفاق الذي يبنى عليه وبني عليه النفاق الكذب. إذن النفاق أساسه الكذب، فالمنافقون يكذبون. والكذب ليس خاصا بالكذب باللسان، بل الكذب يكون بالقلوب والجوارح. فالمنافقون يكذبون في إيمانهم، في دعواهم الإيمان، فهم كذبة، فقلوبهم مكذبة، فالقلب يوصف بالكذب والصدق. فالمؤمن صادق في إيمانه، والمنافق كاذب في إيمانه، كاذب قلبه. القلب يوصف بالكذب والصدق، فوصف الله المنافقين بأن قلوبهم مكذبة، كما أن الجوارح أيضا توصف بالصدق والكذب، كما في الحديث أي العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا الأعمال لها تصب بالصدق والكذب، جوارح تكذب وتصدق، وكذلك القلب يكذب ويصدق، واللسان يكذب ويصدق. وأساس النفاق الذي بني عليه الكذب، الكذب في القلوب. ثم استدل على ذلك أيضا
لأن قلوب المنافقين مكذبة. قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون بقلوبهم، أما ألسنتهم تشهد، قالوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله، وأما قلوبهم هي مكذبة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم يعني من المنافقين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذا وصف القلوب بالنفاق، إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وصفهم بالكذب في قلوبهم. قال تعالى: ومنهم من ينزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومثلها يقول مثل هذا كثير. وبالجملة يعني الخلاصة: فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله واستكباره عن عبادته ومعادته له ولرسوله. المقصود بهذا البيان أن الإيمان لا يمكن أن يكفي فيه التصديق، فلا بد من تصديق ومحبة لله ورسوله. وإذا وجدت المحبة لله ورسوله لا بد أن يوحد الإنسان ربه، يعبد ربه. أما تصديق مع بغض لله ورسوله واستكبار عبادته فهذا ليس إيمان، هذا إيمان المنافقين الذين كذبهم الله. لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد تصديق القلب، بل لا بد مع تصديق القلب من محبة لله ورسوله. والمحبة هي السبعة الجوارح على العمل، والتي يتبعها أعمال القلوب. إذا وجدت المحبة وجد العمل في القلوب وفي الجوارح. في القلوب الخوف والرجاء والصدق والإنابة، وفي الجوارح يؤدي الإنسان الواجبات ويترك المحرمات. ولهذا قال المؤلف في الجملة: فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديقه في القلب مع بغضه لله ولرسوله واستكباره عن عبادته ومعالته له ولرسوله. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي في الإيمان التصديق في القلب. المرجئة المحضة الجهم وغيره يقولون يكفي التصديق في القلب، بل يكفي المعرفة. إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو فعل جميع نواقض الإسلام، ولو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله، ولو قتل الأنبياء، ولو أهان المصحف ووضعه تحت قدميه، فإنه عنده يكون مؤمن. هذا من أفضل الباطل، هذا يستلم شخص لأن هذا كافر مرتد فعل نواقض الإسلام، ولو كان مصدق بقلبه ولو كان عارف بقلبه. نعم. ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان، كما نقله أهل المقالات عنهم، منهم الأشعري فإنه قال في كتابه في المقالات: اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والخوف فيهما والعمل بالجوارح ليس بإيمان. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح. نعم. المؤلف رحمه الله يقول إن جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان، يعني الجماهير يعني أكثر المرجئة على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وإنما الذي خالفوا أعمال الجوارح. ومعنى ذلك أنه يوجد طائفة من المرجئة يقولون لا تدخل أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح، وهم الجهمية يقول لا تدخل أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح، ليست من الإيمان، الإيمان هو التصديق بالقلب. لكن جماهير المرجئة يقولون أعمال القلوب لا بد منها،
المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. فجماهير المرجئة يعني الجماهير يعني الكثير، ما يبقى إلا قلة قليلة، يقولون إن أعمال القلوب من الإيمان، والذي ليس من هي أعمال الجوارح. نقل الأشعري في كتاب المقالات الإسلاميين، قال أبو الحسن الأشعري: اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة، 12 فرقة المرجئة. الفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط. إذن هذه الطائفة تقول الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة بالله وبرسوله بجميع ما جاء من عند الله، وأما وأن ما سوى المعرفة فليس من الإيمان. الإيمان هو المعرفة فقط، والمعرفة تكون في القلب، لكن المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله، وما عدا المعرفة الإقرار باللسان وأعمال القلوب ليست من الإيمان، وأعمال الجوارح. إذن أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان ليست من الإيمان عندهم. ما هو الإيمان؟ المعرفة في القلب، المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله، ما عدا ذلك من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لله ولرسوله والخوف والعمل بالجوارح فليس من الإيمان عندهم. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، هذا مذهب الجهل، هذا مذهب الجهمية، الكفر بالله عندهم هو الجهل بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله. والإيمان هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان، قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح. هذا مذهب الجهمية، هذا أفسد قول، أفسد تعريف، تعريف الإيمان هو تعريف الجهمية. يقول الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله، والكفر هو الجهل بالله وبرسوله. من عرف الله بقلبه وعرف رسوله فهو مؤمن، ومن جهل الله بقلبه فهو كافر. وأما أقوال قول اللسان ليس من الإيمان، أعمال القلوب ليست من الإيمان، وأعمال الجوارح ليست من الإيمان. وزعموا أن الإنسان إذا عرف ربه بقلبه ثم جحد بلسانه لا يكفر، يعني إذا عرف ربه بقلبه ثم سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو فعل أي ناقض من نواقض الإسلام، سجد للصنم، أهان المصحف، قتل الأنبياء، هدم المساجد، ما يكون كافر عند الجهل إلا إذا جهل ربه بقلبه. ما دام عرف ربه بقلبه هو مؤمن، لو جمع فعل جميع النواقض ما يكفر. هل أفسد ما قيل، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو هذا، هو مذهب الجهل. ويقول الإيمان لا يكون له في القلب، والكفر لا يكون له في القلب. إذن الإيمان هو المعرفة التي في القلب، والكفر هو الجهل الذي في القلب فقط. أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما هي كفر، إذا سب الله بلسانه ما هو كفر لأنه تجاوز القلب، إذا سجد الصنم ما هو كفر عندهم لأنه تجاوز القلب. القلب محل الكفر هو القلب، ومحل الإيمان هو القلب. إذا وجد المعرفة في القلب فهو المؤمن، وإذا وجد الكفر في القلب فهو الكفر، وبعد ذلك له أن يفعل ما يشاء ولا يتأثر إيمانه، صلى الله عليه وسلم. هذا من أفسد الباقين. نعم. قال: والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو الجهل به فقط. يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به، وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له، وهي الخضوع لله عز وجل. وأصحاب هذا القول
لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لا يؤمن بالله. لعل هذه لا زائدة، فأصحاب القول يزعمون، ما يتناسب مع الكلام هذا، وأصحاب هذا القول يزعمون. نعم، أصحاب هذا القول لا يزعمون. لا زائدة. نعم، وأصحاب هذا القول يزعمون. وأصحاب هذا القول يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول، ليس ذلك لأن ذلك مستحيل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله. وزعموا أيضا أن الصلاة ليست عبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان، إلا الإيمان به وهو معرفته، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو خصلة واحدة. وكذلك الكفر، والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي. نعم، من القدرية، أبو الحسين الصالحي من القدرية، وهذا هو مذهب الجهم السابق. لا في فرق بين الفرقة الأولى والفرقة الثانية. كان الفرقة الأولى يقولون الإيمان بالله ومعرفة بالله وبالرسول وبجميع ما جاء من عند الله، والفرقة الثانية يقولون الإيمان هو المعرفة بالله فقط بس، لكن المعرفة بالله معرفة بالرسول عليه، وأما جميع ما جاء من عند الله فلا يدخلونها. الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط، فلا إيمان إلا بالمعرفة ولا كفر إلا بالجهل. ويقولون إن من قال إن الله ثالث ثلاثة هذا ليس بكفر، لكنه يعني دليل على الكفر، ولهذا قال: ولكنه لا يظهر إلا من كافر. يعني قالوا الذي يقول إن الله ثلاثة لا يكفر، لكنه دليل على أنه جاهل بربه، دليل على أن في قلبه الجهل وليس في قلبه الإيمان بالله المعرفة. لو كان عنده معرفة بالله لما قال إن الله ثالث ثلاثة، وهذا ليس بصحيح، هذا باطل. من قال إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر ولو كان عنده معرفة. يقولون: وذلك أن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر. وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له وهي الخضوع لله، مجرد المعرفة يسمونها محبة وخضوع، وهذا باطل. المعرفة ليست الخضوع. وأصحاب هذا القول يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول، قالوا الإيمان هي المعرفة بالله فقط، لكن قالوا الإيمان بالله هو الإيمان بالرسول، ويقول إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول، وليس ذلك لأن ذلك مستحيل، ولكن الرسول قال: من لم يؤمن بي فليس بمؤمن الله. هذا دليلهم. هذا الحديث ذكر الحاشية أنه رواه الإمام أحمد والحاكم والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث أبي ثقال المدري عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته عن أبيه عن سيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله إلا من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. استدلوا بهذا على أن الإيمان بالله إيمان بالرسول، ومن عقيدتهم أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان. يكفي الإيمان، يكفي التصديق القلب، يكفي المعرفة، يكفي على الصلاة وهو معرفته. والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، هو خصلة واحدة، وكذا الكفر لا يزيد ولا ينقص، هو خصلة واحدة، هو التكذيب. يقول القائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي من القدرية. أبو الحسين الصالحي من القدرية يضم إلى الجهم، العلماء يضمونهم، يقولون القول بأن الإيمان هو المعرفة والجهل والكفر هو الجهل، هذا قول الجهم وأبو الحسين الصالحي من القدرية، قولهم واحد. أبو الحسن الأشعري جعل قولين، والذي يظهر أن الفرقة الأولى والفرقة الثانية مذهب واحد، كله مذهب واحد، هذا مذهب الجهل. الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، الإيمان هو المعرفة بالرب والكفر هو الجهل بالرب، هذا مذهب الفرقتين. فتعداد الفرقتين ليس بواضح، فالفرقة واحدة. نعم. وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره، ثم قال: والذي اختاره في الأسماء قول الصالحي، والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي،
وفي الخصوص والعموم، أي لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على الخصوص، إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا. بخصوص العموم إني لا أقطع. إني ما عندك إني لا أقطع عندي أي قبل نصف. نعم. قال: والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي، وفي الخصوص والعموم أني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على الخصوص، إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاما، وأقف في ذلك فلا أقطع على عموم ولا خصوص إلا بتوقيف أو إجماع. نعم. أبو الحسن الأشعري له كتاب سماه موجز، اختار قول الصالحي، اختار أن الإيمان هو المعرفة، اختار قول الجهم، وله قول آخر يوافق أهل السنة كما سبق، المؤلف نقل عنه قولين، قول أبو الحسن الأشعري والذي تنتسب إلى الأشعرية، يقول اختار قول الصالح. هنا قول الصالح الإيمان هو المعرفة، معرفة الرب بالقلب والكفر وجهل الرب بالقلب، هذا باطل. وله قول آخر يوافق أهل السنة، هو أن الإيمان قول وعمل، هذا القول الذي اختار قول باطل. قال: والذي اختاره في الأسماء قول الصالح، وفي الخصوص والعموم، يعني بالنسبة للنصوص العامة والنصوص الخاصة، قال: إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على الخصوص، إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاما، وأقف في ذلك ولا أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقف وإجماع، يعني يرى أن الأدلة في عموم وخصوص يتوقف فيها أبو الحسن الأشعري، فلا يجزم أنها عامة ولا يجزم أنها خاصة، لأنها يحتمل في اللغة أن تكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة، فيقول: أنا أتوقف ولا أجزم بأحد الأمرين إلا بتوقيف وإجماع، إذا وجد نص ينص على أن هذا عام أو ينص هذا خاص أو وجد إجماع، وإلا فإني أتوقف. نعم. ثم قال في المقالات: والفرقة الثالثة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له، وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله، غير أنه كفر باستكباره على الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس السمري. السمري. نعم. هذا الفرقة الثالثة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له، وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة لله. هذه الطائفة أحسن من الطائفة السابقة، الإيمان المعرفة والخضوع لله، في خضوع وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة له، فمن اجتمعت عليه هذه الخصال فهو مؤمن. هذا قريب من مذهب السنة، لأن إلا أنهم لم يشترطوا العمل، اشترطوا يقول الإيمان شيئان: الخضوع والمحبة لله. سبق أن المحبة لله هي تبعث على العمل، إذا وجدت المحبة تبعثت على العمل. يقول الإيمان هو المعرفة هو الخضوع وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت هذه الخصال فهو مؤمن. اجتمعت فيها الخصال في معرفة وخضوع ومحبة، وإذا وجدت الأمور انتفى الاستكبار. وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله، غير أن كفره باستكباره على الله. نعم، هذا صحيح، هذا حق، إبليس عارف بالله، وكفره بالإباء والاستكبار كما نص الله، ويقول لنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا قول قوم من أصحاب يونس السمري. فهم لم ينصوا على العمل، عما قلوب أعمال الجوارح، لكنها لازمة، لكن هذه الفرقة يعني مذهبها قريب مذهب السنة. نعم. والفرقة الرابعة وهم أصحاب أبي شمر ويونس يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان، ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها إيمانا لاجتماعها، وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في
وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان فيه دابة. إذا كان فيه دابة. وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لا يسمى بلقا. لم يسموها بلقاء إلا مع السواد. لم يسموها؟ نعم. لماذا النسخة محققة مع ذلك في أغلاط كثيرة. نعم. وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة. نعم. لم يسموها بلقا إلا مع السواد. بلقاء. لم يسموها بلقاء إلا مع السواد. وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان. نعم. هذه الفرقة الرابعة من فرق المرجئة أصحاب أبي الشبل ويونس، يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار بأنه واحد ليس كمثله شيء. إذا زادوا على الفرقة الأولى ما قالوا الإيمان، الفرقة الثانية قبل هذا يقول الإيمان هو المعرفة والخضوع وترك الاستكبار، ولم يتعرضوا لأعمال الجوارح ولا الإقرار باللسان. هؤلاء زادوا قالوا الإيمان بالله المعرفة والمحبة والخضوع على القلب والإقرار، يعني إقرار باللسان بأنه واحد ليس كمثله شيء، ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، يعني ما لم تقم عليه حجة الأنبياء بالعمل، يعمل بجوارحه، إذا قمت على الحجة بأن الله أوجب الصلاة أوجب الزكاة أوجب الصوم أوجب، لابد يعمل إذا قمت على حجة الأنبياء بالأدلة. وإن كانت قامت على حجة الأنبياء فالإيمان هو الإقرار بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل الإيمان. إذا قامت على حجة الأنبياء لابد أن يفعل ما يأمر به الأنبياء ويترك ما ينتهي عنه الأنبياء ويكون داخل في الإيمان. فإذا الإيمان عندهم المعرفة بالله والخضوع بالقلب والإقرار باللسان، هذا الذي لم تقم عليه حجة الأنبياء، والذي قامت عليه حجة الأنبياء يزاد إلى ذلك يعمل بما جاء في الأنبياء من الأوامر والنواهي. ومن مذهبهم أنهم لا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تسمع هذه الخصال، وإذا سمعت الخصال كلها سمي إيمان، أما بعضها قول اللسان ما سمي إيمان، قول القلب سمي، حتى تجتمع كلها معرفة ومحبة وخضوع وإقرار باللسان وعمل الجوارح سمى إيمان، أما الواحدة منها ما نسمى إيمان. هكذا يقول قول القلب واحدة ما نسمي إيمان، قول اللسان واحدة ما نسمي، عمل الجوارح واحدة ما نسمي، حتى تجتمع كلها. ولا يسمون كل خصلة من هذا إيمان ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها إيمانا لاجتماعها. وشبهوا ذلك بالبياض، إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع السواد، يعني لابد تجتمع سواد وبياض، إذا سمع سواد وبياض سمى بلقاء، وإذا كان سواد وحدة أو بياض وحدة ما تسمى بلقاء. فكذلك الإيمان لابد تجتمع خصال، إذا اجتمعت كلها سميها إيمان، وإذا فقد شيء منها أو وجد خصلة واحدة ما نسميها إيمان. فإذا وجد البياض لم تسمى بلقاء، إذا وجد السواد وحدة لم تسمى بلقاء، إذا وجد السواد وبياض سميت بلقاء. كذلك هنا إذا وجد التصديق والخضوع دون إقرار اللسان ما نسمي إيمان، إذا وجد إقرار باللسان ما نسمي إيمان وحده، إذا وجد عمل الجوارح ما نسمي إيمان حتى تجتمع كلها. وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، قالوا لو ترك خصلة منها يكون كفر، إذا ترك الإقرار باللسان كفر، إذا ترك الخضوع بالقلب كفر، إذا ترك المحبة كفر. ومن مذهبهم أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. نعم. وذكر عن الخامسة أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله. هذا الفقه الخامسة، الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله، هذا يحتمل الإقرار باللسان أو الإقرار بالقلب ويحتمل الأمرين، وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله، أيضا ادخلوا العقل في هذا. الشيء الذي يجوز العقل لا يجوز العقل تركه لا بد أن يفعله. نعم. وذكر عن الفرقة السادسة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها المجمع عليه
أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان. وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار، وأن ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص. وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه. نعم، هذه الفرقة السادسة ثم النجارية بالنسبة إلى الحسين بن محمد النجار. يقولون الإيمان هو المعرفة بالله وبرسوله وفرائضه المجمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان. إذن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسوله والمعرفة بفرائضه المجمع عليها والخضوع لله والإقرار باللسان. تركوا أعمال الجوارح، ما أدخلوها. وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة، خصال الإيمان كل واحد يسمى طاعة، ولكن إذا فعلت واحدة منها دون الأخرى لم تكن طاعة، لا بد أن تفعل كلها مجتمعة، كل واحدة طاعة خصال الإيمان، لكن لا بد من فعلها جميعا، فإذا فعل بعضها وترك بعضها فلا تسمى طاعة. كالمعرفة بلا إقرار، كان يكون عنده معرفة لكن دون إقرار لا يسمى إيمان، لا بد من معرفة وإقرار جميعا. ومن مذهبهم أن ترك كل خصلة معصية، ترك خصلة من خصال الإيمان فإنها معصية. وقالوا إن الإنسان لا يكفر بترك خصلة، وقالوا الناس يتفاضلون في إيمانهم، هذا وافقوا على السنة في أن الإيمان يتفاضل، ويكون بعضهم أعلم من بعض وأكثر تصديقا من بعض. ومن مذهبهم أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا قول لبعض السنة، هذا قول رواية عن الإمام مالك أن الإيمان يزيد ولا ينقص، ورواية أخرى عنه وافق الجمهور في أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول النجارية. نعم. والفرقة السابعة الغيلانية أصحاب غيلان، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية. المعرفة بالله الثانية والمحبة. نعم، الثانية عندهم معرفة أولى ومعرفة ثانية سيأتي. نعم. يزعمون أن الإيمان بالمعرفة بالله الثانية والمحبة والخضوع له والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله سبحانه، وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان. وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية، من الشمرية قول أصحاب أبي شمس اللي هو الفرقة الرابعة، والجهمية القول الفرقة الثانية الأولى والثانية، والغيلانية هذه الفرقة السابعة، والنجارية الفرقة التي قبلها. نعم. وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم بعض إيمان، إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم. نعم، الفرقة السادسة الغيلانية، أصحاب غيلان يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية. يقول الإيمان معرفتان، معرفة اضطرارية ومعرفة اختيارية. فالمعرفة الأولى الذي يعرف أول ما يعرف ربه هي اضطرارية، ليست الإيمان. ثم المعرفة الثانية التي بعدها هذه معرفة اختيارية هي الإيمان. فإذا الإيمان بالله المعرفة الثانية دون المعرفة الأولى التي هي اضطرارية، فيقول الإيمان هو المعرفة الثانية، هذا واحد، والمحبة لله والخضوع والإقرار بما جاء برسوله بما جاء من عند الله، وأعمال الجوارح لم يدخلها. أما المعرفة الأولى التي هي اضطرارية فلا يجعلها من الإيمان. ثم بين المؤلف أن هؤلاء الفرق السابقة يشتركون في أشياء، فرق الشمرية، من هم الشمرية؟ أصحاب شمر أبي شمر الفرقة الرابعة، والجهمية هو الفرقة الأولى والثانية، جهمية هذا مذهب الجهمية، والغيلانية هي الفرقة السابعة، والنجارية الفرقة السادسة. هؤلاء الفرق كلهم يشتركون في هذه الأمور الآتية، كلهم ينكرون أن يكون في الكفار إيمان، هذا واحد،
كل الفرق الأربع اتفقوا في أنه ليس في كفار إيمان. أمر آخر، ينكرون أن يقال فيهم بعض الإيمان، يقول الكفار ليس فيهم، ينكرون أن يكون في كفر الإيمان، وينكرون أن يقال فيهم بعض إيمان. لماذا؟ لأن الإيمان لا يتبعض عندهم. نعم. قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب، يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك مما لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه. وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا الاستكبار ما كان كافرا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض إيمان، ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء. وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته بالله عز وجل. نعم. والفرقة الثامنة من المرجئة، هذا كله ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب له ذكر فيه مقالات الناس لأبي الحسن الأشعري، ذكر أن المرجئة 12 فرقة، وهذه الفرقة الثامنة من وجه أصحاب محمد بن شبيب، وكلهم يشتركوا في أنهم مرجئة. لماذا سموا مرجئة؟ من الإرجاع والتأخير، حيث أرجعوا وأخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان. يعني كل الفرق 12 تشترك في أن الأعمال جوارح الاستماع الإيمان. لماذا سموا مرجئة من الإرجاع والتأخير في اللغة؟ من قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما وآخرون يوم جلاله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني مؤخروا، فالرجاء هو التأخير، فأخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان فسموا مرجئة. ولم ينفصل من هذا إلا أهل السنة والجماعة الذين يقول: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. طوائف المرجع قالوا: الأعمال جوارح ليست متأخرة، فلهذا سموا مرجع، لأنهم أرجعوها وأخروها فلم يدخلوها في مسمى الإيمان. فالفرقة الثامنة من المرجع أصحاب محمد بن شبيب، ما هو الإيمان عندهم؟ يزعمون أن الإيمان إقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله وبجميع ما جاء به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك، لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار. هذا هو الإيمان، وليس معه عمل جوارح. الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأن الله واحد ليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله، والإقرار بجميع ما جاء من عند الله، والخضوع لله وترك الاستكبار عليه. هذا هو الإيمان. وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا استكبره ما كان كافرا. هذا صحيح، هذا صحيح، إبليس عرف الله وأقر به، قال: ربي أنظر إلى يوم يبعثون. هذا إقرار واعتراف، وكفره بالإباء والاستكبار نص، نص القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا ما وافقوا فيه أهل السنة، أن إبليس عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرا لأنه استكبر، مو مكذب، ما عنده تكذيب. هذا في الرد على الجهم الذي يقول الكفر لا يكون بالتكذيب، هذا الكفر يكون بالاستكبار والإباء مع التصديق. إبليس مصدق ومقر، لكن كفره بالإباء والاستكبار بالرفض، رفض أمر الله، قابل أمر الله بالإباء والاستكبار لا بالتكذيب والجحود. ولهذا أخبر الله عنه قال: أنا خير منه، خلقتني من دار وخلقته من طين. أبى أن يسجد آدم، قال: كيف أسجد؟ كيف يسجد الفاضل المفضول؟ عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، ويقول النار أحسن، النار أحسن من الطين، ولا يخضع الفاضل المفضول، قال: أنا خير منه، خلقتني من دار وخلقته من طين. إذن كفره بالتكذيب ولا بالرفض والإباء؟ بالرفض والإباء والاستكبار.
ومن مذهبهم أن الإيمان يتبعض ويتفضل أهله، هذا هو قول السنة. وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، هذا صحيح، الخصلة طاعة وبعض إيمان. قل ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الإيمان، هذا باطل ليس بالصحيح. ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل كذلك، هذا خطأ. يقول كل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر، هذا صحيح، من جحد الأنبياء فهو كافر. قوله وفيه خصلة من الإيمان وهو معرفته بالله سبحانه، هذا باطل. اللي يجحد الأنبياء ما عنده خصلة من الإيمان، لا تنفع المعرفة. نعم. الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله، والمعرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. نعم، الفرقة السابعة المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة، ويسمون مرجئة الفقهاء، هم أهل الكوفة، وخلافهم مع السنة خلاف اللفظ. يقول الأعمال ليست من الإيمان لكن مطلوبة، بخلاف الجهمية يقول الأعمال ليست من الإيمان وليست مطلوبة. أما هؤلاء يقول الأعمال مطلوبة، الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب، يجب على الإنسان يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، وإذا ترك الواجبات لابد يعاقب ويؤدب ويقام عليه الحد، وإذا أدى الواجب فيثاب، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر ونسميها هدى ونسميها تقوى. والإيمان هو شيئان عندهم، المعرفة بالله وبرسوله أو التصديق بالله وبرسوله، والأمر الثاني الإقرار باللسان، الإقرار باللسان بما جاء عن الله. أما أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وسمى هذا مرجئة الفقهاء. وفي قول آخر للإمام أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الإقرار باللسان فليس من الإيمان، ولكنه ركن زائد مطلوب لإجراء أحكام الإسلام على الشخص، إذا أقر أجد على أحكام الإسلام وليس من الإيمان. وهذا مذهب الماتريدية. نعم. الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني، يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان. وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان تاركها إن كانت، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له إنه يفسق، ولا يسمى بالفسق ولا يقال فاسق، وليس تخرج الكبائر من وليس تخرج الكبائر، ليس تخرج الكبائر من الإيمان، تخرج وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا. وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا، يقول الساعة أصلي وإذا فرغت من لهوي وعملي فليس بكافر، وإن كان يصلي يوما ووقتا من الأوقات ولكن نفسقه. وكان أبو معاذ يقول من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له. نعم، هذا الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني، يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر. يقول الإيمان هو أن يترك الكبائر العظيمة، لكن لو فعل بعض الكبائر التي ليست عظيمة فلا يخرج عن الإيمان، إنما يخرج من الإيمان إذا ترك الكبائر العظيمة. ويقول الإيمان اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها كان كافرا، خصال وهي الخصال التي كبائر التي ليست عظيمة، إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها تسمى إيمان. وكل طاعة إذا ترك التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، الطاعة التي لم يجمع المسلمون على تركها تسمى شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يصف بالفسق فيقال إنه يفسق ولا يسمى بالفسق ولا يقال فاسق، فهذا تناقض،
تناقضون. كيف يوصف بالفسق فيقال إنه يقال له إنه يفسق ولا يسمى بالفسق، يوصف بالفسق ولا يسمى بالفسق ولا يقال إنه فاسق. يقول نصف، نقول نصفه بالفسق، يقول فلان يوصف بالفسق لكن ما نسميه فاسق، ما نقول فاسق، هذا تناقضون. يقولون وليست من مذهبهم، ليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا، يعني خلاف الخوارج. الخوارج يقولون الكبيرة تخرج من الإيمان، هؤلاء يقولون لا تخرج الكبيرة من الإيمان إلا إذا كانت كفرا، على وفق للسنة دي. ومن مذهبهم تارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستفاء بها كافر بالله، هذا صحيح، هذا موافق للسنة والجماعة، ليترك الفرائض جحودا وهذا كافر بإجماع المسلمين، أو يردها أو يستخف بها. قالوا وإنما كفره للاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول الساعة أصلي وإذا فرغت من الله وعملي فليس بكافر. نعم هذه مسألة في خلاف بين أهل العلم، هذا قول لأهل العلم أنه إذا تركها متشاغل لا يكفر، والقول الثاني أنه يكفر إذا ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو غيرها من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة يكفر في أحد القولين، والقول الثاني أنه لا يكفر إلا إذا استحل. يقولون من مذهبهم إن كان يصلي يوما ووقتا من الأوقات ولو هذا نفسقه، ويعني ولا يكفر إلا إذا تركها بالكلية. وكان أبو معاذ كان منهم من هذه الطائفة يقول من قتل نبيا أو لطمه كفر، وهذا صحيح، وليس يقول ليس من أجل لطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له، صوب أنه لأجل الأمرين جميعا. نعم نعم اطلق. والفرقة الحادية عشرة، والفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعمون أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا. وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي، وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية، وليس يجوز أن يكون كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا، ولا يجوز أن يكون إيمانا إلا ما كان في اللغة إيمانا. وكان يزعم أن ترك السجود ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر. وكان يزعم أن ترك السجود ليس بكفر كذا، أي الصاعقة من النص عندنا، وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر. نعم. ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم على الكفر، لأن الله تعالى بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. نعم. قال والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري رحمه الله عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي. الفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي، ويتزعم طائفة ثم المريسية، هم من الجهمية، طيب من الجهمية في القرن الثالث الهجري، يقولون الإيمان هو التصديق فقط، لأن الإيمان هو التصديق باللغة، استدلوا بالمعنى اللغوي التصديق، قل تعالى عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا وبمصدق. يقولون الإيمان هو التصديق في القلب، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، لكنهم يقول التصديق يكون بالقلب واللسان جميعا. وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي، وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية، وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرا، ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة إيمانا. هذا ابن الراوندي معروف عنه الزندقة،
فأصحاب بشر يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقلب وباللسان، فإذا صدق بقلبه ولسانه كفى في الإيمان. والكفر لا يكون إلا بالجحد والإنكار والستر والتغطية للحق، ولا يجوز أن يكون كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا، يعني ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة إيمان. فالإيمان هو الإيمان اللغوي وهو التصديق بالقلب، والكفر هو الكفر اللغوي وهو الجحد في القلب. هذا قريب من مذهب الجهم، لأنهم جهمية، بل هذا مذهب الجهم. وكان يزعم ابن الرمندي أن السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، وما هو كفر لكنه علم على الكفر، يعني علامة. إذا سجد للصنم هو كافر، لكن علامة على أنه زال التصديق من قلبه. هذا باطل، هسجد للصنم والتصديق بقلبه موجود، المعرفة موجودة في قلبه. عليه الصلاة والسلام ما يعرفون ربهم بقلوبهم، يعرفون. يقول السجود للصنم ما هو بكفر، والسجود للشمس ليس بكفر، لكنه علامة على الكفر، دليل. والدليل لأن الله بين أنه لا يصل الشمس إلا كافر. على كل هذه الفرقة تضم إلى الفرقة الأولى والثانية، جهمية، فرقة الجهمية، ثلاث فرق، الفرقة الأولى والثانية والحادي عشر، هذه فرق الجهمية. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. عليه الصلاة والسلام ما يعرفون ربهم بقلوبهم، يعرفون. يقول السجود للصنم ما هو بكفر، والسجود للشمس ليس بكفر، لكنه علامة على الكفر، دليل. والدليل لأن الله بين أنه لا يصل الشمس إلا كافر. على كل هذه الفرقة تضم إلى الفرقة الأولى والثانية، جهمية، هذه فرقة الجهمية، ثلاث فرق، الفرقة الأولى والثانية والحادي عشر، هذه فرقة الجهمية. قال أبو الحسن الأشعري: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية، أصحاب محمد بن الكرام، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. هذا معروف مذهب الكرامية، يقول الإيمان هو الإقرار باللسان، إذا أقر بلسانه فهو مؤمن ولو كان قلبه مكذب. والمعرفة الأعمال الجوارح وأعمال القلوب والمعرفة في القلب ليست بالإيمان، يكفي أن يقر بلسانه. فإذا أقر بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن عند الكرامية، وإذا كان مكذبا بقلبه يقول كافر ويخلد في النار. فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيقولون إذا أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كذب بقلبه فهو مخلد في النار. فيقولون يلزم من قولهم أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، وهذا قول المتناقضان. هو مؤمن كامل الإيمان لأنه قرب لسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه. هذه الأقوال، يقول المؤلف، هذه الأقوال التي ذكر الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإيمان بعض الأعمال القلوب عندهم، وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالح. يعني يقول إن المؤلف لما ساق هذه الفرق عن المرجئة عن أبي الحسن العسكري يبين أن أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب، والذي لا يدخل أعمال القلوب ويقول أن الإيمان هو مجرد التصديق فرقة يسيرة كالجهم الصفر والصالحي والحسين الصالحي من القدرية. فالجهم هو الفرقة الأولى، والصالحي الفرقة الثانية، وكذلك الفرقة الحادي عشرة أصحاب بشر المريسي، والفرقة الثانية عشرة الكرامية. هؤلاء الأربع الفرق ما يدخلون أعمال القلوب في الجوانب في الإيمان، والباقي يعني أربع فرق من إيش؟ من 12 فرقة، 8 فرق تدخل أعمال القلوب، الأعمال في الجوارح، أعمال القلوب، وأربع فرق ما تدخل أعمال القلوب. الجهم يقول لا تدخل، أبو الحسين الصالح يقول لا تدخل، الفرقة المريسية يقول لا تدخل، الكرابي يقول لا تدخل. فالمؤلف رحمه يقول أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب، والذي لا يدخلها فرقة يسيرة قليلة هم الجهمية والصالحي. فدل على أن القول بأن أعمال القلوب ليست داخلة في مستوى الإيمان قول باطل، ليس عليه إلا فرقة باطلة مهزومة. وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.